هلو جايز، مرحبا بكم في فيديو جديد. اليوم العيد، علي 8 ونص ديال الصباح. بليز بعدا قبل ما نبدا ما نديوش على هادشي اللي في البيجامه ديالي، لانه فيها الطبيعه وشحال من حاجه، ولكن غادي ندخل ندوش اصلا. شو واحد دي حال في العيد كان خاصني نديرها البارح بالليل، يعني جراني البارح مشاو صيبوا شعرهم ودوشوا ومشاو للحمام وكاع داكشي، ولكن انا ما كانش عندي الوقت. اول حاجه غادي ندير غادي ندخل ندوش، ثاني حاجه غادي ندير شويه ديال السكين كير، ثالث حاجه غادي نصايب شعري، نصايبو غير هنا في الدار، غادي نلبس وندير ماكياج. تقريبا تقدروا تقولوا غادي ندير واحد ميني ات هوم جلو اب. ليتس جو. اول حاجه غادي نديرو هي غادي نمشي ندوش. دوشت وليت نقيقي وعلى بزتيلاتي هكا هكا. بغيتو ما تديوش بليز على بيتي، لكن كما قلت لكم في البلوغ اللي فات تكنيكلي مازال ماشي بيتي، مازال خالتي اللي جالسه فيه. كنت باغا نقول لكم ما فيهاش اللي يدير شي حاجه لوجهي، واصلا ما بغيتش نتعطل، بغيت جوي داك هادي دابا التسعود، بغيت جوي داك الحراش ونكون مثاليه لايك الشعر وماكياج وكل شيء. ما عرف كيفاش ندير ليها، ولكن نحاول. حيت الفوطه حيت ناوي نصاوب شعري دابا شويه، صاوب بغيتو هكا اير دراي بلا ما نشفو انا بالسشوار، باش هاكا نصايبو بالبوكلير. اي ثينك غادي نصايبو بالبوكلير، الا ما بقاش ليا حل غادي نخليها بحال هكا. هادشي اللي كاين. فكرت كنت غادي ندير لكم دابا سكين كير، و نتفكر بلي عندي واحد الباكس مازال ما حليتو. فوالا هو هذا، وصلني من عند فريسز ديال لا مارك لوكسيتان، كيوت. سو غادي نحلو و نستعمل داكشي اللي فيه. اوبيسلي انا غنكون حليت، و ماشي كاع انا ماشي فضوليه هاد الدرجه ما حليتوش. فوالا، اول حاجه كتبان ليا هي هاد ريسيت سيروم، سيروم كيدير بالليل، هذا اوفر نايت ريسيت سيروم. يا كيدير بالليل، كتخليوه كديرو بالليل تنعسو بيه، حتى الصباح حتى كتغسلو وجهكم. سو هذا ما غاديش نستعملو دابا حيت اوفر نايت. كاين هذا كونتور دي زيو، سو هذا ديال كونتور دي زيو، هذا نقدر نستعملو دابا. هذا اول حاجه بانت ليا هي هاد اوفر نايت ريسيت ان سيروم. سو هذا سيروم كيدار اوفر نايت، يعني كديرو بالليل كتنعسو بيه، والصباح عاد كتغسلو وجهكم. او ماي جاد سو كيوت، البارو سو كيوت، تلقاي هادي. او ماي جاد فنه، حاجه زوينه. لكن اوبيسلي ما نقدرش نجربو دابا حيت اوفر نايت كخاصني نبات بيه. ثاني حاجه هي هاد يالت سكين كير كريم، هو هذا. نحلو الخلوة، كيوت بارلز صراحة، وكلهم زاج. وإلا ما كنتش عارفين سكين كير من الأحسن أنه يكون في قرعة ديال الزاج، سوكتو ملي كيقدام ما خايب يبقى في البلاستيك. أو ماي جاد أي لاف إت. و شنو كاين آخر؟ كاين هاد سوان جينيس كونتور دي زو. أوكي سو هدا يلا كريم ديال كونتور دي زو، هو هذا. شوفوا شحال كيوت، البارة صغيرة. ما فيه حتى شي ريحة، خبركم which is a good thing أن الكريم ما يكون فيه حتى شي ريحة، حيت الروايح obviously فيهم الكول، والكول خايب للوجه. تالت حاجة هي هذا، هذا فومين كلينزر. اوكي سو هو هذا، علق الروا وكتغسلو بوجهكم. اوكي سو غادي نستعمل هذا والكريم واندر اي كريم، ولا انا ما عرفتش تقول لي ما هي. سو هادو غادي نستعملهم بثلاثه، وان سو اكسايتد نستعملهم. وكتجي معاهم هاد ليتل باك، الا بغيت يو نو بغيت نديرهم كاملين فيها. سو كيوت، كيعجبوني هاد ليتل باكس، باش الا بغيت نسافر ولا شي حاجه كندير فيهم لي برودوي، يا اما سكين كير يا اما مكياج. ثانك يو. اوبفيسلي اول حاجه غادي ندير هي غادي نغسل وجهي بهاد فومين كلينزر. ليتس جو. ويلكم تو ماي باثروم. بليز ما ديوش على الدور، راه واحد البوله خاسره. اصلا ما ديوش على الباثروم كامل حيت راه كنصيبوه دابا، غادي نصيب لكم فيديو ان شاء الله مور هذا، ولا اللي مور هذا. انا مازال ما عرفت حيت اوبفيسلي الباثروم مازال ما كمل. باثروم ميك اوفر، وغادي نحاول نبدو هكا زوين واستريك وداكشي اللي كتشوفو في تيك توك. سو يا معليش كنهضر بزاف، بغيت نجرب هذا.
So let's go. Ooh, I love it. Belle la mousse. Oh my god, I love it. Look your eyes. Oh, عجبني بزاف هذاك الفورمينغ كلينزر صراحة عجبني بزاف. حيت انا عندي شويه لابو ماشي شويه بزاف لابو غاس صح حسيت بها هكا ماشي نشف لي وجهي ولكن ان ا جود واي يو نو صراحه نشف لي وجهي ومني كيكون يو نو ملي كيكون عندك لابو مزيته كتبغي غير شي حاجه تنشف لك وجهك ليترالي والله زوين ما عنديش مشكل انه ينشف لي وجهي حيت اوبفيسلي مورا ما تغسلوا وجهكم خاصكم ديروا كريم سو كيعالج هذه القضيه ديال ينشف لكم وجهكم. I'm so excited to try this. Okay, by the way, I have the cream for contour of the eyes. I have one for the gums. I have one for the nose. Immortelle Pressure. This is the Youth Skincare Eye Contour. So basically, it's the same thing. Just this for the eyes. And that's it. Easy peasy. I'll leave this for this. الاوفرنايت سيروم غادي نجربو فاش نرجع نحيد مكياج نديرو ونعس بيه وديك الساعه نرد عليكم في شي فلوق واحد اخر غادي نخلي هادشي يو نو يدخل مزيان ويرتاح حيت الا درت فوق منه الفون دو تان والمكياج الفون دو تان كيبدا يتقشر وماشي تيجي يتقشر يو نو كيتقشر بيسيكلي المهم ما كيجيش زوين سو الا شي نهار درتو سكين كير ودرتو مورالفي الماكياج وبقيتو كتقولو مال الماكياج ديالي ما صدقش اليوم راه هادشي علاش حيت كديرو ديريكتومون مور لي كريم وداكشي كامل خاص هادشي يبقى واحد جود 10 مينيت واحد 10 دقايق وديك الساعة نرجعو ندير ماكياج وبركة الغدا نرجعو نمر 10 دقايق. كنت باغا نبدا بشعري هو الاول باي ذا واي راه دازت كتر من 10 دقايق واحد نص ساعة تقريبا قلت لكم بلي خاصني ماشي خاصني بغيت نكون واجده مع 11 غادي 11 دابا انا يلاه غنبدا مكياج سو هوبفلي 12 نكون واجده هوبفلي و غادي نبداو بالمكياج. اي هاف ماي ميك اب باك هير. نبدا باول حاجه اللي هي بارور جولد سكين هاد الفونتا ولا ماي هولي جريل هذا ماي رايد اور داي. هاد الساعه كان عندي استيلودير هما بجوجهم هاي اند برودكتس ولكن هذا شي 500 درهم حتى 1000 درهم يمكن داير شوفوا 800 ولا 900 ولا 1000 ما عقلتش مزيان ولكن امين هذا غالي ولكن هذا اغلى. شوفوا شي كون قلتوا لي قبل غادي تاخدي فون دو تان داير 1000 درهم غنقول لكم هولد اب كوم اون لايك اشرحوا لي علاش علاش هو كاين بزاف ديال فون دو تان زوينين لا لا ما كاينش بحال هاد الفون هاد الفون دو تان This one, girl, I don't want to show. Like literally, I'm sure my dish will be good. مزيان. ولكن trust me, تيقو بيا. رائع, رائع الجمال. هادشي رائع. I love this foundation. هادشي اللي غادي نقول. أنا متأكدة بلي الكاميرا غادي تحكرو وما غاديش يبان زوين ولكن أنا اللي كنشوف دابا هاي بمنديش المرايا. حالتها انا اللي كنشوف بيرفكت بيرفكت عرفتو شنو هي فول كافيج ولكن نوت كيكي فهمتوني. او ماي جودنس اي لاف ذيس فاونديشن. بس دابا كندير شويه ديال لونتي سيرن كنخلط جوج درت فيت مي كونسيلر ودرت هذا حتى هو ديال ميبيلين مي سميتو ايريسر وانا من اللي كندير اونتي سيرن حتى الفوق حيت اي هاف فيري 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 دونك سيركلز فوالا. من بعد ما مسحت كاع الملامح ديالي وما بقيتش كاع كنبان شكون غادي ناخذ لونتي سيرن وغادي ندير شويه هنايا حيت عندي هنايا الكحوله شويه خاصني نتبت هادشي كامل قبل ما نتبتو. الى عندكم شي كريم كونتور ولا شي كريم بلاش ولا شي حاجه ديروها قبل اوف كورس قبل ما ديروا لا بودر. انا غادي ندير كريم بلاش كندير هذا ديال
سميتو سوبر دوي ليكويد بلاش ديال ريفولوشن. اوكي صدرت البلاش ودابا كنحيد كاع دوك الكريسز اللي كاينين باش نديرو لا بودغ. فوالا جايز انا صايبت لا بودغ ودابا غادي نشدو البلاش كندير هذا ديال اسانس باش دوك البلاش يشد بلاصتو حتى هو. دابا غادي ناخد برونزر وهو لا برونزر ديال بينيفيت شويه ديال البرونزر ما بقيتش كندير البرونزر بزاف كندير في جبهتي باش نستقرو شي شويه. دابا اي براوز تايم غادي ندير هذا ديال هو ديال لا مارك بينيفيت سميتو ماي براو بينسل هو هذا. انا حبني كناخذ اليوم بزاف ديال الوقت سو ملي نسى اليوم غادي نرجع. تالا اي نو دابا كيبانو مجهدين وكبار وهذا ولكن حيت مازال ما درت حتى شي حاجه هنا صدق الشيء علاش. دابا غادي ندير اي لاينر هذا ديال غيرلان حتى هو عليكم فوالا صافي هنا كيجي ليكويد وهادي اللورو براش صافي غادي نديرو ونرجع حيت الا درتو في الكاميرا امبوسيبل يصدق. سيغيوزمون قبل ما ندير الايلاينر غير شديت المرايا ويلا ندير الايلاينر ونتذكر بلي ما درت حتى شي حاجه فوق عيني وهادي اهم حاجه. صافي درت هاد لاباليت ديال غيرلان هذاك البراون شيد وكنديرو هنايا درتو هنا. دابا غادي ندير في العين الاخرى ويدوي يلا لقيت مرايتي اللي كنصايب بها ديما. Eyeliner is done. دابا غادي نديرو ماسكارا. باي ذا واي راني درت اي شادو برونز هكا ودرت الفوق منه شويه ديال البريون ودابا غادي ندير ماسكارا ديال حتى هي ديال غيرلان غيرلان باري كتعجبني بزاف هاد الماسكارا it's not clumpy you know. فوالا جايز درت ماسكارا بقى ليا دابا غير ليبس ما غاديش نصوبو دابا غادي نخلي حتى نصوب شعري ونلبس وعاد ديك الساعه غادي ندير ليبستيك. دابا غادي ندير سيتين سبراي هادي ديال ابسولوت نيويورك ويت نشدو هادي نديرولها هاكا باش ما تقيسش ليا شعري وعاد نديرو سيتين سبراي. دابا غادي نمشي نصايب الشعر وديك الساعه نرجع. اوكي جايز صوبت شعري as you can see وباقي لي هكا كيما قلت لكم مازال ما بغيتش نديرو دابا حتى نكون غاده سينو شنو كاين صافي هادشي اللي كاين. لبست حد عرفتو دوك لي روب ديال زارا اللي دايرين بحال شي قشابه عبايه سلاش فوقيه يو بحال ديك السيميره ديال زارا صافي هادي اللي كيقول لكم الخياطه ديالها ما تجيبش عليهم كيوت ودرت هاد التشوكر خديتها من عند بيجويا ديك المره عقلت عليها جات في النهار حدا كيبقى يهبط خاصني نطلع بحال هكا فوالا عقلت عليها جات رائعة. So yeah this is my عيد look my عيد transformation mini transformation حيت ما درناش شي حاجه. أنا بس بليز ما نديوش على البيت حتى غادي نرجع ونصايبو معاكم في شي فلوغ اخرى ديال عرفتي انا خاصني شي فلوغ ديال getting my life together حيت يعني مع الروتين ديال رمضان وداك الشيء كنحس براسي ما كنتش عايشه حياتي فهمتوا شي حاجه ما علينا تو ديب. شنو غادي نديرو دابا غادي نلبس نظيرتي وغادي نمشيو عند جداتي حيت ماما مسكينه من قبيله وهي كطيب في انا نمشي نوريكم شنو طيبات ولا حتى نوصلو نوريكم طيبات اللحم بالبرقوق سو غادي نمشيو عند جداتي وغادي نتغداو مجموعين. نسى اليوم من عند جداتي غادي نبدل حوايجي حيت انا ما غاديش نرتاح نخرج بحال هكا سو غادي نهز معايا حوايجي وملي نخرج من عند جداتي غادي نخرج انا وصحاباتي دونك اوف كورس غادي نديكم معايا ليتس جو باش كنعاود لكم حتى ما تشوفوا كلشي. بس
سميتي؟ انا بلاتي بلاتي عطيك هذا عندي بلاتي تحيد الشامبو. يلا قطي معاك مبارك ساعي صحة وطول العمر باش كتمنى وكل واحد. اوكي جايز سو دابا كيفاش توني قبيله كليت مع ابل فيديو قلت لكم كلينا ودابا غادي نبدل حيت نخرجوا ما بغيتش نخرج بهادي بغيت نخرج بهادي غنلبس هادي السروال سلمى حافظه الضحكه والكروب طو نقصوا الموسيقى شويه في ابديت لبست حوايجي كيف ما كتشوفوا ودابا خرجنا انا ما عرفتش فين غادي نمشي ومي غادي نمشي لشي بلاصه نشربوا شي حاجه شهيت ستاربكس ما خرجوش رمضان كامل صوت شهيت ستاربكس تقدروا نمشيو لستاربكس ومن بعد نبقاو ندورو في الطوموبيل نطلقوا الموسيقى نغنيو وبالليل شهيت النودلز فغادي نمشيو لبوند اي ثينك ناكلوش المهم شنو ما كان غادي نصور لكم هادشي اللي كاين نعاودو نبدو في الموسيقى Guys, شوفوا شنو لقيت تخيل بغيني هاي جايز خرجنا من البلاصه اللي كنا كناكل فيها النودلز والسوشي كليت بزاف صراحه مع شحال هادي ما خديت النودلز لايك من قبل ما يبدا رمضان صدا شهر زياده بردت غدايلي ودابا غادي نمشيو لواحد قولوا لي كيوسك هكا بحال من ابراهيم مشهور هنايا في حي الرياض باش ناخذ من عنده واحد الكول درينكس كيجيبو غير هو انا كنشوفهم غير عنده بحال الكوكا ديال الفاني بحال الكوكا ديال حب ملوك وداك الهبال فهمتوا غنمشيو ناخذ من عنده شي درينكس تجي نجي انا جيت للدار بليز ما نديروش على المكياج راه النهار كامل انا دايره ويلي 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 شوف تقشر واحد ديال الليل اي ثينك جيت قبيله ماشي جيت يلاه دابا مي كنت كندور في تيك توك ما كنتش نساليه دابا عاد غادي نسد الفلوغ قبل ما نمشي نوريكم داك الدرينكس اللي شريت ما وريتوش لكم ويت خديت جوج خديت كوكا كولا تشيري فليفر هي هادي هادي ماشي اول مره كنختارها اللي ديما كنختارها سو كتعجبني مي اللي اول مره غادي نجرب هي هاد ليبتون فرامبواز ليتس تراي ات شاوي
زوينه ولكن اي ثينك تكون احسن يكون كانت بارده. اي من زوينه ولكن سخونه عاتاني الا برتاتها تولي واعره. زوينه الا بقيت واعره عنده خذوها. اي لايك اذا كيعجبكم ايس تي خذوها. عنده حتى ديال الدلاح ولكن ما جربتهاش المره الجايه نجربها. زوين حاجه ما كاينش نجربها ديجا نجربها. سينو هادشي اللي كاين دابا غادي نحيد الماكياج ونغسل وجهي ونمشي نعس. انا لبست بيجامتي وغسلت ديجا غسلت وجهي لايك من غير دي ماكياج ديجا غسلته ودابا اتس تايم نجربو هاد الاوفر نايت سيروم. اوكي الباكاجي واعر ديجا درتي بزاف ولكن عندي الحميد غير يشربو ويرد. اوكي جايز سو هادشي اللي كاين بقيت كنهضر دوز خفت. هادشي اللي كاين يس غادي نرجع الكارطون حيت انا ما عرفتش واش هادي قاعده فيا ولا شنو. ولا الحاجه ملي كتكون جديده القليله داك 3 ايام الاولى خاصها تبقى في الكارطونه باش تبقى ديما جديده داك 3 ايام الاولى. ما عرفتش علاش انا هكا ما تجيوش عليا. هادشي اللي كاين. ثانك يو سو ماتش فور واتشينغ. Please, I'll show you the video. See.